بلشنا وايد بالفلسفة ها؟ اللي إعلامك، أنت عارفها أكثر مني. صفاء مو مستقرة بحياتها. كل همها وكل تفكيرها أن هي تهاجر وترحل وتهد أي بلد. ما تعرف تستقر. أنا عكسها تماماً. أنا خلاص لقيت كل مستقبلي هني. وما عندي أي مانع أن أنا أكمل باقي عمري كله هني. طب خيي بركي فيك تقنع تبقى. ما بعتقد أن رح تلاقي حدا بيهتم فيها مثلك. ساعتها بركي غيرت رأيي وبطلت تسافر. إلي أنا تركت بلادي وتغربت وجيت لهني بسبب صدمة. مستحيل في يوم من الأيام أكرر نفس التجربة. افترض أنا مشيت على كلامك وجاريت صفاء ودخلت معها بعلاقة. ما عندي أي استعداد إني أغامر بهالموضوع وأترك البلد اللي أنا الحين استقريت فيه ولاقي سعادتي فيه. نازل فلسفي في أنا من خي بعد ما أخذت الدكتوراه شو بك؟ شو عم تبربروا أنتوا اثنين؟ هاتوا لشوف. أبد سلامتك. لا لا أنا بدي أقول لك. قول إلي. شو رأيك إذا قلت لك إنه في حدا بحبك؟ أنا ما قلت كذي. بدر شبك خليه يكمل. يعني إنه إذا صارت لك الفرصة ولقيتي حدا بحبك وبتحبيه بتشيلي من راسك فكرة الهجرة؟ إلي أنا ببلدي عشت تجربة مع إنسان تركني وما عاد سأل عني. بالوقت اللي كنت بأمس الحاجة لإله تجاهلني. خلص ما عاد في عيد التجربة. بدي أعيش طير حر يطير وما حدا يأيده. ما عاد بدي تجيني رصاصة توقعني على الأرض. فعلاً أنا متفق معك 100%. كلامك كله عدل. طالما ما بتأيدني فيلا تفضلوا، عزمتكم على مكان حلو. يلا. صباح الخير حبيبي. هلا هلا عمري، صباح النور، وينك طال عمرك؟ أنا مريت الصبح على مكتبك ما شفتك موجودة، وينك فيه؟ رحت أخلص شوية أوراد في المحاسبة. إيه يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. ها حبيبي بشر، سويت مع علي؟ أعطاك الشيك؟ إيه أعطاني الشيك الحمد لله. إيه الحمد لله. كم المبلغ؟ قلت لك أنا المبلغ 5000، وإن شاء الله أدخلهم بالحساب والليلة أجيب نصهم وأجيكم البيت على طول عشان مهرك، أعطيك مهرك. إيه طبعا هذا غير الشبكة.